وبشأن انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. أستاذ ماهر، مرحبا بكم. يعني اعتبر مايكل لينك المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن ما يمارسه الاحتلال في الفترة الأخيرة ضد الفلسطينيين هي إهانة للعدالة. بما تفسر تعاظم الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والضفة خلال الفترة الأخيرة؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. لا شك يعني هذه الدعوة من مايك لينك يعني هي رسالة فعلا وتأكيد دولي على أن هذا الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني في كل مكان داخل فلسطين ضد القدس والمقدسات. لا شك يعني الاحتلال الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية، يستغل الدعم الأمريكي الغير محدود من قبل إدارة الرئيس ترامب وما يعرف اليوم بصفقة القرن، يستغل كل هذا الدعم ليواصل إجرامه بحق الشعب الفلسطيني، يواصل اعتداءاته. أيضا يستغل الظرف الإنساني، يعني اليوم انتشار وباء كورونا وانشغال العالم في هذه الأزمة الإنسانية الخانقة، هو يحاول أن يمرر مثل كل هذه المشاريع التهويدية والاستيطانية ضد شعبنا وأهلنا في داخل فلسطين. أستاذ ماهر، حديث ضم أجزاء من الضفة الغربية تراوح بين عزم الكيان الصهيوني ورفض السلطة الفلسطينية، لكن هنا إلى أي مدى ترى أن المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة الفصائل سيقوي وسيدعم موقف السلطة أمام مشروع الضم الجائر أستاذ ماهر؟ باعتقادي أن السلطة الفلسطينية الحالية هي عاجزة صراحة أن تواجه مشروع قرار الضم الإسرائيلي. الموقف الفلسطيني موحد في رفض مشروع الضم الإسرائيلي، وأيضا يعني للأسف اليوم تمسك السلطة باتفاقيات السلام وما يعرف باتفاقيات أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضعف هذه السلطة ويضعف موقف السلطة في مواجهة يعني مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة مشروع الضم. وبالتالي المطلوب اليوم حتى تكون هذه السلطة قادرة على مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي عليها أن تتخلى وأن تعلن وفاة اتفاقيات أوسلو وإنهاء كل الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تذهب إلى خيار الشعب الفلسطيني في يعني إطلاق انتفاضة في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي. انتفاضة ليس فقط نتحدث عن عمل مسلح ضد الاحتلال، وإنما انتفاضة بكل أشكالها سياسيا وقانونيا لمواجهة هذا المشروع الإسرائيلي. بالحديث عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وقضيتهم، بما تفسر قيام شركة جوجل للخرائط بشطب فلسطين من خرائطها؟ بما تفسر ذلك؟ نعم، هي خطوة تضاف إلى سلسلة خطوات يعني على صعيد الإعلام الرقمي أو على صعيد منصات التواصل الاجتماعي وأيضا خرائط جوجل لانتهاك المحتوى الفلسطيني. هي خطوة مستهجنة من قبل هذه الشركة المدعومة أمريكيا لإزالة اسم فلسطين، أو يعني على الأقل ما يعني كان سابقا غزة والضفة الغربية. وبالتالي هي خطوة دعم للاحتلال الإسرائيلي، وهي أيضا يعني ربما اليوم نقول أن شركة جوجل هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مشروع خطة الضم، عندما يعني تقوم بشطب اسم فلسطين من الخارطة أو خرائط جوجل وأيضا تستبدلها باسم الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هي خطوة ميزانية دعم الاحتلال، وأيضا هي تأتي في إطار استهداف أيضا المحتوى الفلسطيني من خلال الوسائل الرقمية. يعني هل هذا هو ما يفسر تجرؤ المستوطنين على محاولات التغيير الزماني والمكاني للمسجد الأقصى برأيكم؟ لا شك يعني اليوم كل محاولات المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك هي تتم بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وعندما تجد الحكومة الإسرائيلية من يدعمها في صفقة القرن وتقديم مشاريع وتطبيع علاقات عربية مع هذا الاحتلال، وبالتالي يجد الاحتلال نفسه أن هناك دعم له على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني، فتستمر كل هذه الجرائم وكل هذه الانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني. لكن نحن نؤمن أن شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقه، ولا يمكن أن يقبل بمثل أن تواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه المشاريع، وخاصة اليوم عندما نتحدث عن مشروع ضم الأراضي. من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي، شكرا جزيلا لكم.